لو انت فهمت اللي انا قلته هتعرف تعمل المقارنة دي بمنتهى السهولة، ولو عرفت تعملهم كلهم انت ذكي جدا جدا. برنس برنس، نمسك واحدة واحدة. انا هقول العنوان ونطبق العنوان ده على الاتنين. يلا، مين في الاتنين دولت يتبع الاول اور نون رول؟ معلش يعني معلش، انت معاك فيديو، وقف الفيديو وجاوب. مين في دولت اطبق عليه الاول اور نون رول؟ الاكشن بوتنشال، لو وصل للثريشولد هيديني اقصى حاجه عنده، لو ما وصلش مش هيديني حاجه. انما الجريدد بوتنشال بيختلف، يبقى ده اللي بيطبق عليه اول اور نون رول. مين فيهم لازم اوصل للثريشولد عشان يتحقق؟ الاكشن بوتنشال، برافو. انما الجريدد بوتنشال سب ثريشولد، تحت الثريشولد. مين فيهم بروباجيتد، بيتنقل من نقطه لتانيه؟ الاكشن بوتنشال، انما ده ليه اسم، اسمه لوكال بوتنشال، ما بيتنقلش، بينتهي بسرعه. مين فيهم عنده ابسوليوت ريفراكتوري بيريد، يعني الاكسايتابيلتي فيه بتبقى قليله خالص؟ الاكشن بوتنشال. بينما هنا الاكسايتابيلتي بالعكس، انا هنا بقرب من الثريشولد فالاكسايتابيلتي هنا عاليه. مين فيهم ينفع يبقى سميتد، اجمع كذا واحده على بعض واعمل واحده كبيره؟ الجريدد بوتنشال. انما هنا مستحيل اقدر اجمع اتنين اكشن بوتنشال على بعض. مين فيهم عنده شكل ثابت، فيكسد ماجنيتود وفيكسد، فيكسد يعني ثابت، ديوريشن؟ الاكشن بوتنشال، قلنا اول اور نون رول، يا يديني اقصى حاجه يا ما يدينيش. انما الجريدد بيبقى بروبورشنت، بيتغير حسب قوه الاستيمولس. لو استيمولس قوي، لو ستيمولس قوي الجريد بوتنشال هيبقى عالي، لو ستيمولس ضعيف الجريد بوتنشال هيبقى ضعيف. خدوا المنظر ده سكرين شوت وكده. الدنيا دي مهمه جدا 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 للمستقبل. دلوقتي الاكسايتابل تيشوز عندنا، عندي النيرف وعندي المسل، والمسل في سكيليتال مسل وفي سموث مسل وفي كاردياك مسل. هل كل دولت يتبعوا الاول اور نون رول؟ عشان تفهموا الحته دي امشوا معايا واحده واحده. في فرق ما بين كلمة muscle fiber و muscle bundle و nerve fiber و nerve trunk. ال muscle bundle مثلا أو ال whole muscle اللي هي العضلة اللي أنا أقدر أمسكها وأقدر أشوفها، دي العضلة. العضلة عبارة عن muscle fibers كتير كتير كتير. كل fiber من دولت أو كل مجموعة fibers، بصوا أنا هنا بتكلم على ال skeletal muscle اللي هي العضلة المخططة اللي هي الإرادية. كل مجموعة، يعني مثلا نقول التلاتة دول نظريا يعني جاي لهم نهاية عصبية واحدة تشغلهم. النهاية العصبية بالتلاتة دولت اسمها موتور يونت، ودي هناخدها اكتر لما نتكلم على الماسلز. موتور يونت، لو العصب ده فيه اكشن بوتنشال واشتغل هيشغل التلاتة دولت، صح؟ لو ما فيهوش التلاتة دولت مش هيشتغل. جميل. طيب ما التلاتة التانيين دولت جاي لهم نيرف مختلف او نيورون مختلف او نيرف فايبر مختلف، هنفهم يعني ايه ده. دولت على بعضهم اسمهم ماسل او الماسل فايبر او اسمها موتور يونت، دي اسمها موتور يونت ودي اسمها ماسل فايبر، وكل ده اسمه ماسل باندل او الماسل كلها. الماسل فايبر الواحده تتبع الاول اور نون رول، يعني ايه؟ يعني لو انتشر فيها اكشن بوتنشال او لو حصل اكشن بوتنشال في الحته دي هينتشر في الماسل فايبر كلها. الموتور يونت تتبع، هو ايه الموتور يونت؟ لو النيرف ده حصل فيه اكشن بوتنشال التلاتة دولت هيحصل فيهم اكشن بوتنشال، مفيش اي يعني اي طريقة ان هتحصل في دي واخواتها مش هيحصل لهم، هو نفس النيرف رايح للتلاتة دولت. طب هل معنى ان النيرف ده اشتغل ان العضلة كلها يحصل فيها اكشن بوتنشال؟ لا، يبقى الماسل باندل او الماسل كلها لا تتبع الاول اور نون رول. ليه؟ لان الماسل مش كلها جايلها نفس العصب، كل حبه جايلهم عصب مختلف. يبقى الماسل فايبر الواحده تتبع الاول اور نون رول، الموتور يونت تتبع الاول اور نون رول، انما الماسل باندل لا تتبع الاول اور نون رول، وده في حاله السكيليتال ماسل. على نفس الطريقه نتكلم على النيرف. في نيرف لو انتوا دخلتوا المشرحه في نيرفات انت بتمسكها بايدك بيبقى حبل كده، النيرف ده ممكن يبقى ميكسد، ده اسمه نيرف ترانك. الترانك ده حاجه انا بمسكه بايدي، ميكسد يعني ايه؟ بص كده معايا، ده النيرف اهو، ده النيرف ترانك اللي انت مسكته بايدك، جواه ملايين ملايين النيرف فايبرز،
النيرف فايبر هو النيورون الواحد اللي انا برسمه دايما ده، فاكرين انا على طول برسم المنظر ده وليه نهايه عصبيه، ده اسمه نيرف فايبر. النيرف الفايبر الواحد بيبقى ليه وظيفه واحده ويتبع الاول اور نون رول، يعني هيحصل فيه اكشن بوتنشال يا ما يحصلش فيه، يحصل فيه كله يا ما يحصلش فيه خالص. مين قصدي؟ ده النيرف فايبر. بس انا بجمع نيرف فايبرز كتيره 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 جنب بعض، كل واحد فيهم يعني كل خط من دولت ليه وظيفه معينه خاصه بيه، كل خط من دولت ليه الاكشن بوتنشال الخاص بيه هو، كل خط من دولت ليه الثريشولد الخاص بيه هو. فاهمين قصدي؟ لو انا شغلت واحد فيهم هل بالضروره ان كلهم يشتغلوا؟ لا. يبقى النيرف فايبر الواحد يتبع الاول اور نون رول. انما هل معنى ان انا شغلت واحد ان كل اخواته هيشتغلوا؟ لا. يبقى النيرف فايبر الواحد يتبع الاول اور نون رول، انما النيرف ترانك لا يتبع الاول اور نون رول. نفس الفكره، الماسل فايبر الواحده تتبع الاول اور نون رول، انما الماسل باندل لا تتبع الاول اور نون رول. في بقى حاجه تانية، في حاجه في الاستولوجي اسمها جاب جانكشن. اول ما اسمع كلمه جاب جانكشن يعني معناها ان الخلايا كلها بتاعه العضو مفتحه على بعض، يعني كان العضو خليه واحده. الا مفتحين حرفيا، يعني اللي هيحصل في الخلايا دي هيحصل في اختها هيحصل في اختها. يبقى كلمه، اول ما الاقي كلمه جاب جانكشن في اي عضو ده معناها ان العضو عباره عن خليه واحده، يعني هيتبع الاول اور نون رول ولا لا؟ هيتبع الاول اور نون رول. على سبيل المثال الكاردياك ماسل، لما تاخدوا مديول الكارديو هنقول ان العضلات بتاعه القلب ما بينها في جاب جانكشن، يبقى عشان كده لو عضله واحده يعني نيرف سوري ماسل فايبر فايبرايه واحده حصل فيها اكشن بوتنشال هينتشر في القلب كله. نفس الفكره هناخد في السموث ماسل، في بعض انواع من السموث ماسل فيها جاب جانكشن، فلو حصل اكشن بوتنشال في واحده فيهم هتنتشر على طول اللي جنبها. يبقى اي حاجه تحتوي على جاب جانكشن بتتبع الاول اور نون رول. فنيجي بقى ان احنا نملى الحته دي، مين الاماكن اللي في جسمي اللي بتتبع الاول اور نون رول؟ نيرف فايبر ولا نيرف ترانك؟ الترانك كله ولا الفايبر الواحد؟ الفايبر الواحد. انتوا فاهمين قصدي؟ يعني الفايبر الواحد لو حصل فيه اكشن بوتنشال هينتشر فيه كله، انما النيرف ترانك عباره عن فايبرز كتيره جنب بعض كل واحد فيهم بيحصل فيه الاكشن بوتنشال لوحده، مش شرط ان لما يحصل في واحد يحصل في الباقي. يبقى النيرف ترانك لا يتبع الاول اور نون رول. وعلى نفس الكلام المسل فايبر ولا المسل باندل اللي بتتبع الاول اور نون رول؟ الفايبر، الفايبر الواحده. يبقى المسل فايبر والموتور يونت، انما الماسل باندل لا تتبع لان هي عباره عن فايبرز كتير، مش شرط ان انا شغلت فايبرايه واحده او عملت اكشن بوتنشال فايبرايه واحده ان كله يحصل فيه اكشن بوتنشال. ده طبعا في السكيليتال ماسل. طيب الكاردياك ماسل تتبع ولا ما تتبعش؟ تتبع. ليه؟ عشان فيها جاب جانكشنز. طب السموث ماسل هتقولي والله فيها جاب جانكشن هتتبع الاول اور نون رول، ما فيهاش جاب جانكشن مش هتتبع الاول اور نون